مرصد الأحداث، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة نكرس الحديث فيها عن النزوح داخليا، مأساة إنسانية وميليشيا الحوثي الانقلابية تقصف المخيمات. استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية لأكثر من مرة مخيمات النازحين، ما تسبب بمواصلة نزوح المدنيين نتيجة تلك الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية، والنتيجة نزوح داخلي بالآلاف، حيث تفاقمت مع تلك أو عمليات النزوح معاناة المواطنين الإنسانية التي يعيشها النازحون في مختلف المحافظات المحررة والواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. لا تنتهي موجة النزوح ولا تتوقف دوامتها في ظل حرب حوثية مستمرة لا تستثني مخيمات النازحين داخليا من قصفها العشوائي وكوارث سيول جددت دورة النزوح في أكثر من مخيم. منظمة الهجرة الدولية قالت إنها رصدت نزوح 340 أسرة يمنية جراء تصاعد القتال في عدد من المحافظات أبرزها مأرب والحديدة، وتعد مأرب منطقة نزوح وأكبر محمية إنسانية لأكثر من 30 مخيم نزوح داخليا بسبب الأمن النسبي الذي تتمتع به مأرب الواقعة بين نطاق السلطة الشرعية وعلى نطاق التماس من المواجهات الدائرة في الجوف والبيضاء وشرق صنعاء. واستهدفت ميليشيا الحوثي مخيمات النازحين في مديريات نهم ومجزر ومدغل، ما تسبب في تدفق موجات نزوح جديدة من مخيمات النازحين إلى مدينة مأرب في ظل غياب برامج الحماية والاستجابة الإنسانية المستوعبة لأعداد النازحين الذي لا تتوقف موجات تدفقهم. وما زالت ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب التي تعد مخيم النزوح الأكبر داخليا بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، والتي تمثل تهديدا مباشرا على حياة نحو مليون نازح يقيمون حاليا في محافظة مأرب. وتعد الحديدة واحدة من أكبر المحافظات اليمنية لتدفق حركة النازحين إلى عدة محافظات من بينها مأرب وتعز، مقابل تصعيد ميليشيا الحوثي عملياتها الحربية على الحديدة، ما يعني استمرار حركة النزوح من الحديدة إلى خارج المحافظة. وتقع حركة رصد النزوح الداخلي تحت التحديث المستمر من المنظمات المعنية بشؤون الهجرة والنازحين بسبب الحرب الحوثية المستمرة على النازحين. ففي الفترة بين 24 و18 من أكتوبر الحالي نزح أكثر من 2000 فرد في أكثر من 300 أسرة على الأقل وفق تقديرات منظمة الهجرة الدولية. المنظمات قالت إن محافظات تعز ومأرب والضالع سجلت أكبر عدد من حالات النزوح الذي بلغ ذروته خلال العام الحالي 2020 بأكثر من 26 ألف أسرة يمنية نزحت من جحيم الحرب الحوثية إلى جحيم الشتات والقصف الحوثي المستمر. شكرا للزملاء الذين عدوا لنا هذا التقرير. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نجيب السعدي، رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الجمهورية اليمنية. سعد الله مساك سيد نجيب. حياك الله أخي، سعد الله مساك بالخير والعافية. أهلا ومرحبا بك سيد نجيب. هذه المعاناة لا تتوقف بسبب الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية، إذ تلاحقهم حتى في المخيمات نتيجة، وأيضا مع تلك المعاناة لا تتوقف مع التغيرات المناخية وغيرها. هل لك أن تحدثنا اليوم عن وضع النازحين وفقا للتقارير الدولية التي تحذر من خطورة هذا الوضع الكارثي والإنساني؟ أولا شكرا لكم على تسليط الضوء على موضوع قضية النازحين. حقيقة مأساة النازحين مأساة كبيرة ومأساة ممتدة منذ عام 2004 إلى اليوم، وليست وليدة اليوم أو وليدة الانقلاب الحوثي أو منذ نشوب الحرب، لكنها من قبل فقد قامت جماعة الحوثي بتهجير أكثر من 45 ألف نازح في حروب صعدة، إضافة إلى تهجيرها لما يقارب 15 ألف أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2014.
اليوم نحن لدينا قرابة 300,000 نازح لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب الحرب أو بسبب الانتقام الأعمال الانتقامية التي تمارسها جماعة الحوثي ضد المواطنين. مأساتهم كبيرة ولا زالت المأساة مستمرة. هناك نازحين نزحوا لأكثر من ثلاث مرات أو أربع مرات كما حصل في محافظة الجوف. أبناء محافظة صعدة كان أكثر النازحين فيها من أبناء محافظة صعدة، والذين سبق وأن نزحوا من مناطقهم إلى محافظة صعدة ثم من محافظة صعدة إلى عمران ثم من عمران إلى صنعاء ثم من صنعاء إلى الجوف، والمرة الرابعة أو الخامسة نزحوا من الجوف إلى مأرب وإلى سيئون. حقيقة أزمة كبيرة، وأنا أؤكد أن الأعداد أعداد النازحين أكبر مما ذكر في التقرير الإخوة في الهجرة الدولية. ففي محافظة مأرب لوحدها خلال العام المنصرم بسبب المواجهات في محافظة النيم والجوف نزح قرابة 16,000 أسرة. أيضا بعد ذلك بسبب الأمطار التي حدثت في محافظة أو الفيضانات التي حدثت كان هناك نزوح جديد. أيضا نزح أكثر من 5,000 أسرة بسبب المواجهات الأخيرة التي بعد شهر 6 في الجدعان ومدغل وأيضا جبال مراد. نحن هنا أمام في مأرب لوحدها بحدود أمام أكثر من 24,000 أسرة نزحت جديدة، فضلا عن نزوح حدوث نزوح كبير في محافظة من بداية العام في محافظة الضالع، إضافة إلى نزوح في النزوح الأخير في محافظة الحديدة. كذلك استمر هناك نزوح في محافظة تعز. أتوقع أنا نحن كتقديراتنا بأن النازحين خلال هذا العام تأخذ 30,000 أسرة نازحة، ولا زال العدد في تزايد. نعم، هذه الخارطة التي تحدثت عنها والمسببات لهذا النزوح الداخلي، سيد نجيب، ماذا عن أوضاع أولئك النازحين وربما عدم الاستقرار حتى وهم نازحين؟ كما قلت لك الأوضاع مأساوية حقيقة، رغم كل الجهود التي تبذل لتلبية حاجاتهم، لكن لا زال هناك قصور خصوصا في محافظة مأرب، وهي المحافظة التي تحوي بقرابة 1,050,000 نازح، أي بنسبة 33% من النازحية في اليمن بشكل عام. هؤلاء الناس محرومين في ظل غياب شبه تام طوال السنوات الخمس الماضية، لا يوجد عمل حقيقي للمنظمات الدولية في مأرب. هذا ضاعف المأساة في النازحين هناك. بقية المحافظات هناك نزوح، هناك احتياجات للإيواء للغذاء. أيضا الاحتياج الأكبر وهو أن يكون هناك عمل حقيقي من أجل إيجاد فرص عيش للنازحين، وأن لا يظلوا يعتمدوا على المساعدات الإنسانية فقط. نعم، فبالتالي هناك كذلك هناك مسألة التعليم. هناك تسرب كبير من للأطفال النازحين من المدارس بسبب عدم قدرة المدارس على استيعاب الأعداد الكبيرة من النازحين. سوف نتحدث عن هذه الأعباء سواء كان في التعليم أو في الصحة، لكن نتحدث عن موجة النزوح ربما في الضالع والحديدة ومأرب وكذلك محافظة تعز. هذه ربما الثقل للنازحين في تلك المحافظات. بالنسبة لعملية النزوح المتواصلة حتى اليوم، نحن لا نتحدث عن مسألة آنية، ربما المسألة مجهولة في المستقبل عن وقت مكوث هؤلاء النازحين في مناطق النزوح، فبالتالي
هل من منظمات أو خطط تسعى لتقديم الاحتياجات، لا أتحدث عن الثانوية بل الأساسية والضرورية، وخصوصا مع دخول فصل الشتاء؟ نعم، هناك جهود حقيقة، جهود تبذل من أجل تلبية الاحتياجات، حيث أن أغلب الأسر التي نزحت مؤخرا يتم تقديم مساعدات طارئة لهم، ومن ثم إدخالهم في كشوفات برنامج الغذاء العالمي للحصول على حصة غذائية شهرية. كذلك هناك مساعدات شتوية تقدمها الآن المفوضية الثانية للاجئين بالتنسيق والتعاون مع الوحدة التنفيذية، تقدم مساعدات شتوية. أيضا هناك الإخوة في مركز الملك سلمان يقدموا مساعدات غذائية هنا وهناك بفترات يعني مختلفة. هناك جهود حقيقة، جهود يعني جيدة، لكن الأزمة تظل قائمة ومأساة النازحين تظل قائمة ما لم يتم العودة إعادتهم، تطريع الأوضاع في مناطقهم وعودتهم إلى مناطقهم. نعم، ما زالت المسألة قائمة، أقصد من يعني إضافة إلى هذا الدعم، بداية هل يكفي بوجهة نظركم للاحتياجات بالنسبة لأولئك النازحين، وهل من إجراءات للحكومة مثل مشاريع سكنية أو غيرها ربما تمنح إلى هؤلاء لسبب مجهولية الوضع الراهن؟ المساعدات لا تفي مؤكد أنها هناك، ما زال هناك فجوة قائمة في الاحتياجات، سواء الاحتياجات الغذائية أو الإيوائية. بالنسبة لقضية إنشاء وحدات سكنية، هذا أمر غير وارد، لكن الذي يقام هو أن الآن هناك مخيمات، بعد ذلك يجب علينا نحن نسعى ونطالب المنظمات أن ننتقل من خطة الطوارئ التي هي تعتمد أساسا على إقامة خيمة إلى الإنعاش أو التعافي المبكر، والذي ينتقل والانتقال الى مأوى انتقالي يناسب وضع النازح ويحفظ له كرامته، وضعه افضل من الخيمة. هذا ما نعمل نحن والمنظمات على تقديمه، وقد بدأ تقديم هذه المأوى الانتقالي في محافظة تعز، ايضا في محافظة الحدود هناك اكثر من 3600 وحدة أو سكن انتقالي. أيضا سنبدأ إن شاء الله إذا تم العمل في محافظة مأرب، سيكون هناك أيضا تقديم مأوى انتقالي، رغم أننا المفوضية قدمت إلى الآن وتبدي استعدادها على تقديم أكثر من 4000 سلة إيوائية عبارة عن الخيام، إضافة إلى المواد الإيوائية، الفراش، البطانيات، أدوات المطابخ. نعم، أنت تطالب الآن سيد نجيب، وأنا أسأل هل قدمت تلك الاقتراحات للجهات المعنية سواء كانت محلية أو دولية؟ نعم، نحن نتدارس، نحن وهم، نحن الإخوة في المنظمات الدولية عبر كتلة CCM الذي هي إدارة المخيمات وكتلة الإيواء، من أجل الانتقال إلى المأوى الانتقالي. وكما قلت لك، لقد بدأنا في عملية مأوى انتقالي في الحدود وفي تعز، أيضا سنعمم التجربة في أكثر من محافظة، منها محافظة عدن، أيضا محافظة لاحق، كما أننا نريد أن يكون هذه التجربة تعمم في محافظة مأرب التي تعتبر بها أكثر عدد من النازحين. نعم، طيب، نتحدث على 4 أمور مهمة، هي مسألة التعليم، وربما التقارير تشير بأن أكثر من 2000 نازح من الطلاب هم خارج أسوار المدارس، هذه فقط في محافظة مأرب. ثم تأتي مسألة الصحة وأيضا الدعم النفسي، إن هؤلاء هم جزء من المجتمع ولابد أن يكون هناك دعم نفسي، وأجبرتهم الظروف إلى يعني الاستقرار أو السكن في تلك المخيمات، وأيضا العيش الكريم إلى هؤلاء النازحين. نتحدث بداية عن مسألة التعليم وخطورة عدم التحاق هؤلاء النازحين كجزء من المجتمع في المدارس، ونتحدث عن أعداد كبيرة، يعني 2000 طالب خارج أسوار المدارس في محافظة مأرب.
أولا أنا أؤكد لك بأن العدد أكبر من هذا، من 2000 نازح بكثير. عدد الأطفال المتسربين من الفصول الدراسية خصوصا في محافظة مأرب، أيضا في الحديدة، نظرا لعدم وجود بنية تحتية ممثلة بالمدارس المباني المدرسية. مثلا مأرب من ما قبل 2011 إلى اليوم لم تبنى مدرسة، رغم تدفق أكثر من 1,050,000 ناجح، إضافة إلى تدفق عدد آخر من المهاجرين الهجرة الاقتصادية. هذا العدد الكبير شكلت ضغط على المدارس الموجودة وأصبحت غير قادرة على استيعاب الأطفال. هذه جزئية. الجزئية الثانية إنه المخيمات تقع بعيدا عن وجود مدارس، بعيدة عن المدارس. الجزئية الثالثة الوضع عدم وعي أرباب الأسر أو عدم قدرتهم على تقديم المصاريف، تكفل بالمصاريف لأطفالهم ليلتحقوا بالدراسة. الآثار كارثية طبعا. هؤلاء الأطفال عندما يتسربوا من التعليم هم إما يعتبروا وقود حرب أو يعتبروا وقود أو أدوات جريمة مستقبلية. من أجل أحد أهم وسائل القضاء على الحرب هو أن يلتحق الأطفال في المدارس. نعم طيب، دعنا في هذه الجزئية سيد نجيب. يعني رأينا بعض المبادرات في محافظة تعز وغيرها، ربما مدرسين التحقوا في مخيمات النزوح وبادروا بمواصلة التعليم لهؤلاء الطلاب. لماذا لا تكون هناك ربما حملات منظمة تنتهجها وزارة التربية والتعليم كي لا يفقد أولئك الطلاب يعني فصولهم الدراسية، خصوصا على الأعوام التي فاتتهم؟ أخي العزيز، نحن عندما نتحدث عن مسألة النزوح، مأساة النزوح، نحن نتحدث عن 10% من سكان اليمن. نحن نتحدث عن 10% من طلاب اليمن. نحن نتحدث عن ضغط شديد في على المدارس الموجودة في ظل عدم وجود أي مباني جديدة. هنا المأساة كبيرة، لا يمكن أن تحل بمبادرة فردية أو مبادرة جماعية حتى للمجتمع. لابد أن يكون هناك سياسة شاملة لعملية إعادة الأطفال إلى المدارس. لابد أن يتم تبني بناء مدارس مدارس حقيقية وليس مدارس مؤقتة كما هو الحال الآن. مركز الملك سلمان قبل أسبوعين يعني مشكورا قدم لمنظمة الهجرة الدولية منحة ب 17 مليون دولار لبناء عدد من المدارس ومن أجل العملية التعليمية ومخصصة للناجحين. أتمنى على المركز أن يتم فرض رقابة شديدة على هذه المبالغ من أجل تسخيرها التسخير الأمثل لبناء مدارس جديدة أو ترميم المدارس القائمة، وأن لا يعتمدوا على فصول مؤقتة لا تفي لستة أشهر. ونكون اهدرنا المبالغ هذه، اهدرناها دون فائدة. يجب أن يتم عمل العمل من خلال المؤسسات الدولة، بمعنى من خلال ترميم التعليم لبناء مدارس أو ترميم المدارس، ومن ثم إلحاق الطلاب بهذه المدارس. نعم. وأيضا تكفل بالمرتبات المدرسين. نعم. يجب أن يتم التكفل بمرتبات المدرسين من قبل الحكومة. بهذه الطريقة يمكن لنا أن نتحدث عن إعادة الطلاب للمدارس.
أما المبادرة الفردية فهي موجودة كثير من المخيمات لدينا مدارس. نعم. لكن المدارس نحن نتحدث عن تبني حقيقي لتلك المبادرات حتى لا يفوت قطار التعليم لأولئك النازحين. نتحدث عن الصحة على شكل أو على عجالة سيد نجيب، الصحة والغذاء خصوصا في هذه المناطق تفتقر إلى أبسط المقومات، ماذا عنها أيضا؟ طبعا الأزمة أزمة الصحة مثلها مثل أزمة التعليم مثلها مثل أزمة الغذاء بل ربما تكون أشد. طبعا السبب الحقيقي لتفاقم الأزمة وعدم وجود حل حقيقي وجذري لهذه المشاكل ولهذه الاحتياجات هو أننا في اليمن لمدة 6 سنوات نعمل كما قلت لك على خطة طوارئ ولم ننتقل إلى خطة التعافي المبكر. ثانيا أن المنظمات الدولية للأسف الشديد تعمل من خارج إطار مؤسسات الدولة المؤسسات المقدمة للخدمة، فيتم مثلا تحريك عربة صحية يعني عيادة متنقلة بينما كان الأفضل أن يتم إعادة تأهيل مركز صحي يخدم النازح ويخدم المجتمع المضيف ويخدم المجتمع بشكل عام. كذلك المدارس يتم عمل فصول دراسية مؤقتة لا تفي بالغرض، نكون في هذه الحالة أهدرنا الأموال. إذا أردنا الحل يجب أن نتبنى عملية أن يكون العمل من خلال مؤسسات الدولة، تعمل المنظمات من خلال مؤسسات الدولة المقدمة للخدمة، هذا واحد. اثنين، يجب أن يتصف كافة مشاريع المنظمات الدولية بأنها تكون ذات أثر ملموس وتتسم بالديمومة، يعني دائما تكون وتستطيع أن تخدم لأكثر من سنة. أيضا الشيء الثالث، يجب على المنظمة الدولية يعني علينا في الجانب الحكومي أن نتبنى فرض تبني المنظمات الدولية استراتيجية الخروج، لأن المنظمات الدولية إلى الآن لا تتبنى للأسف الشديد لا تتبنى استراتيجية الخروج، رغم أن هذا من أهم المعايير والشروط للعمل الإنساني الدولي. أشكرك جزيل الشكر نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، كنت معنا عبر الهاتف، ومعنا أيضا عبر الهاتف الناشط الحقوقي طارق سرور. أسعد الله مساءك سيد طارق. أهلا أخي الكريم والتحية لك ولكافة المشاهدين. أهلا ومرحبا بك طارق. بداية نتحدث عن معاناة النازحين داخليا بسبب الأوضاع وما فرضته ميليشيا الحوثي الانقلابية، أود أتحدث معك على جزئية وكونك ناشط حقوقي في هذه المسألة تحديدا، يعني هؤلاء هم جزء من المجتمع، و مسألة الدعم النفسي العيش الكريم لأولئك النازحين وربما التعامل معهم سواء كان في الوظيفة أو غيرها ممن حرموا حق الوظائف وأجبروا على النزوح وأجبرتهم الظروف لترك أعمالهم وبيوتهم ومنازلهم والسكون والسكن في هذه المخيمات، من الذي يمكن أن تحدثنا عن هذا الجانب والدور الإنساني للمنظمات الفاعلة على أرض الواقع؟ أخي الكريم، في الحقيقة الوضع مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. هذه الحرب منذ عام 2014 من بداية تنفيذ ميليشيا الحوثي الإرهابية لانقلابها على الدولة تضرر منها الكثير من سكان المدن والأرياف بالمناطق التي احتلتها هذه الميليشيا، سواء مناطق الهذيلة بالدرجة الأولى أو قليل تهامة، أكثر المناطق المتضررة كون في هذه المناطق تمتلك عدد كبير من السكان، أثرت عليها الميليشيات بشكل كبير جدا وانتهت سبل العيش فيها وتضرروا بشكل كبير سواء من التعنت الحوثي أو من الألغام أو ما إلى ذلك، مما اضطر الكثير من هذه الأسر للنزوح والخروج من مدنهم ومناطقهم والانتقال إلى مناطق أكثر أمنا. تقريبا 70% الآن من سكان مناطق الحديدة هم نازحين، بداية من مديرية الخوخة، مرورا مديرية حيز، وصولا إلى المخا، إلى تعز،
إلى عدن ولحج والضالع وأبيان، منتشرة آلاف الأسر التهامية للأسف الشديد بدون أي دخل أو مصدر دخل، وبدون أي اهتمام من قبل المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر. أخي الكريم، الأساس وللأسف الشديد يتم تسليم مبالغ كبيرة من قبل المجتمع الدولي عبر مؤتمرات الاستجابة سواء من العام 2018-2020 أكثر من 5 مليار دولار، وللأسف الشديد تذهب معظمها ما يقارب من 70% في المصروفات أي ما يسمى بالمصروفات الإدارية والبقيات النقل وما يصل إلى النازحين الشيء الفتات. أيضا ما يصل إلى النازحين لا يفي باحتياجاتهم وطلباتهم الأساسية مثل السكن الآمن، المخيمات التي يجب أن تكون تشمل الرعاية الصحية، تشمل توفر التعليم الأساسي، وبالتالي أيضا تتمنى لهم العد الأدنى من الحياة الكريمة. نجد هؤلاء النازحين فعلا يلتحفوا السماء ولحاب وأرضهم، والأرض هي أرضهم فقط الجرداء بدون أي أدنى مقومات الحياة الأساسية، وهذا ما رأيته من نفسي أثناء زياراتي لكثير من هذه المناطق. أخي الكريم، هناك عدد كبير للأسف الشديد بما يقدمه المجتمع الدولي لمثل هذه الفئات، والتي موجب القانون الدولي الإنساني يكفل الاهتمام بها ويكفل رعايتها، وبموجب المصروف الدولية يجب أن يبدأ الاهتمام بالنازحين في مناطق انتشار الحروب بتأمين نزوحهم وصولا إلى توفير المخيمات بما تتطلبه المصروف الدولية لحقوق الإنسان. والمرحلة الثالثة هي تأهيلهم للعودة للعيش بحياة وبشكل كريم، لكن للأسف الشديد كل هذا نفتقده وبشدة في هذه المخيمات، وبالتالي المآسي متعددة ومستمرة حتى يومنا هذا. طيب، فبالتالي يعني عندما نتحدث عن هذه المأساة والتي نقلت الصورة وربما أيضا من خلال زياراتك لمخيمات النزوح، أين هو الدور أو مسؤولية الحكومة الشرعية تجاه هؤلاء، والتقديم الذي يقدم إلى أولئك هل هو كافي أم بحاجة إلى مضاعفة الجهود سواء كانت مجتمعية أو رسمية وكذلك حكومية؟ أخي الكريم، هناك تقصير واضح وتقصير كبير من قبل الحكومة الشرعية تجاه هذه الفئة، بداية أو ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وأيضا اللجنة العليا للإغاثة، والتي تعاني من فشل كبير جدا وعدم وصولها إلى مناطق النازحين، بالإضافة إلى الوحدة التنفيذية للنازحين لا يوجد بينهم أي تنسيق ولا يوجد بينهم أي تعاون بما يضمن مراقبة جهود المنظمات الدولية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. للأسف الشديد ونحن بعد 5 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي لا زالت المنظمات الدولية مقراتها الأساسية في صنعاء إلى الآن يا أخي الكريم، وهذه مأساة كبيرة وفشل دبلوماسي كبير في الشرعية. لا زالت منظمة الهجرة الدولية مقرها الرئيسي في صنعاء، برنامج الغذاء الدولي مقرها الرئيسي في صنعاء، المفوضية الشامية لحقوق الإنسان مقرها الرئيسي في صنعاء، اليونسكو، الصحة، كل هذه المنظمات مقرها الرئيسية في صنعاء إلى الآن. تستفيد الميليشيا الحوثي من توجيه المساعدات إلى أفرادها وإلى ما يسمى بالمندوب الحربي، وتستفيد بشكل كبير من تحويل من حسابات هذه المنظمات وبفارق وتلعب بفارق العملة الصعبة. طارق نعم سيد طارق، اسمح لي لضيق الوقت، اسمح لي سيد طارق
واعتذر عن المقاطعه، نحن نتحدث عن هذه مساله ماساه النازحين التي تتكرر وما زالت مستمره خلال 5 أعوام الماضيه بسبب او نتيجه ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابيه من قصف عشوائي للمدنيين. نتحدث عن يعني اصل الجريمه هي ما قامت به ميليشيا الحوثي الانقلابيه التي خلفت هذه الماساه. والامر الثاني، اذا استمرت خلال 5 سنوات لم نرى اي شيء مجدي او حقيقي لانهاء هذه الماساه والمعاناه. نتحدث عن الجريمه باصلها، وثانيا الى اين اذا استمر الوضع الحالي وهذه الماساه الى اين تتجه هذه القضيه، قضيه النازحين؟ قضية النازحين تتجه للأسف الشديد إلى تضاعف معاناتهم بشكل يومي، ولا مؤشرات لعمل حلول إيجابية. أخي الكريم، كما ذكرت لك، لابد أن الشرعية أن تتحمل مسؤوليتها وتعمل على نقل هذه المنظمات، نقل مراكز المنظمات الرئيسية إلى مناطق الشرعية، سواء في عدن أو في مأرب أو في شبوة أو في أي مناطق الشرعية، بحيث تتخلص من احتكار وتسلط هذه الميليشيات على تصرفاتها وعلى أموالها وعلى إيراداتها. أشكرك جزيلا. هذه الميليشيات أو هذه المنظمات صارت للأسف الشديد تسلل أو تنحاز لهذه الميليشيات، وذلك نتيجة القوة المفروضة عليها ونتيجة عدم التحرك من قبل الشرعية في المجتمع الدولي. أشكرك جزيل الشكر. تستمر معنا النازحين. بالأمس القريب قصفوا مشروع المياه في السعيدة والذي تضرر منه أكثر من 30,000 مدني ونازح أمام صمت كبير من المجتمع الدولي. نعم. الميليشيات وصلت الفكرة. سيد طارق سرور الناشط الحقوقي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، هنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير، وما زلنا مستمرين معكم على الهواء مباشرة من برنامجكم مرصد الأحداث. حديث اليوم حول معاناة النازحين والمأساة المستمرة والمتكررة دون أي حلول جذرية أو إنقاذ هذا الوضع الكارثي. معنا عبر الهاتف الدكتور إيهاب القرشي، الباحث في المجال السياسي والإنساني. أسعد الله مساءك دكتور إيهاب. إذن ربما فقدنا الاتصال مع الدكتور إيهاب القرشي، الباحث في المجال السياسي والإنساني. مشاهدينا الكرام، ريثما يعود إلينا الدكتور، دعونا نشاهد بعض من هذه الصور والمأساة والمعاناة لأولئك النازحين والتي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية. ميليشيات الحوثي ما زالت مصرة على تهجير المواطنين، سواء إما يكون بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، بالتضييق عليهم، بأخذ الجبايات، بكل الطرق التي تضيق عليهم العيشة لكي يبقوهم وحدهم ويأخذوا ممتلكاتهم ويكونوا هم المسيطرين على المناطق التي تحت سيطرتهم. لا يريدون أي شخص يعترض عليهم، لا يريدون أي شخص يكون ضدهم أو غير موافق لآرائهم. وللأسف الدور الأممي غائب تماما، وأيضا دور المنظمات ليس لهم أي جهود في هذا الجانب. لذلك نرجو من الجميع، من المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة والمبعوثين، أن يروا بنظرة جادة في من أجل عدم تهجير كافة المواطنين، سواء من مناطق سيطرة الحوثيين ومناطق الحروب والنزاعات، لأن هذه تؤثر على التقسيم البيولوجي للمواطنين، وأيضا تؤثر على طرق عيشهم واكتسابهم والبحث عن رزقهم، وهذه كلها ستؤدي إلى استمرار الحرب وإلى استمرار المعاناة لأبناء اليمن. التهجير المستمر للمدنيين أثر عليهم تأثير كلي في معاناتهم، في معاناة اللي يعيشها المواطن في الغلاء، الأسعار، غلاء الإيجارات، وكل هذا يعني في مرأة ومسمع المنظمات المدنية المحلية والإقليمية أدت إلى مشقة يعيشها المواطن، سواء كان في المناطق التي يعيشها تحت الميليشيات أو حتى في المناطق التي تعيشها تحت الشرعية. المعاناة مستمرة في الطرفين، والمنظمات الدولية والمحلية لا تقوم بواجبها الذي ينبغي أن تقوم به كجانب إنساني يعيشه المواطن اليمني في هذه الفترة العصيبة التي يمر بها الشعب اليمني. ميليشيات الحوثي مستمرة في تهجير المواطنين من مختلف المحافظات،
بسبب يعني الكراهية التي تحملها والحقد الذي تحمله ضد المواطنين المختلفين عن توجهاتهم السياسية أو حتى الصامتين في بيوتهم ومنازلهم، لا تطيقهم، لا ترضى بقائهم في منازلهم والبحث عن لقمة عيشهم. دائما لا زال مستمر، يعني نحن نلاحظ هنا في محافظة مأرب استمرار وصول المهجرين أو النازحين من مختلف المناطق والمحافظات، آخرها محافظة الجوف، يعني بالمئات ينزحون كل يوم بسبب المضايقات لميليشيات الحوثي. لكن النازحين هنا مع تكاثرهم وتكاثر تواجدهم داخل المحافظة كل يوم باستمرار تنقصهم الكثير من الاحتياجات، تنقصهم المعونات الإنسانية، ينقصهم كل يوم نحصل على رسائل وقصص من معاناة من النازحين الجدد للمحافظة. المطلوب والمفترض أن تقوم يعني المنظمات والجهات الإغاثية وفرق العمل الإنسانية والإغاثية بتتبع تلك العملية، عمليات النزوح الجديدة، لبحث استحقاقاتهم وبحث مطالبهم. أزال الحوثيون يمارسون الاضطهاد ويمارسون التهجير ضد المواطنين الأبرياء لأغراض سياسية وربما تكون أغراض دينية، وكل ذلك يتحمله المواطن المسكين الفقير الذي لا يجد سوى أن يفر من المناطق التي يتواجد فيها الحوثي إلى المناطق الآمنة. لكن عندما يتواجد في المناطق الآمنة وزيادة عدد السكان فيها وزيادة عدد النازحين، أحيانا هنالك المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني تتغاضى عن هذه الأعداد التي تأتي يعني يوما بعد يوم أكثر فأكثر، ولديها كشوفات متجمدة لا تقوم بتجديد الكشوفات ومتابعة أولا بأول، وهذه مسؤولية من مسؤولياتها، عليها أن تنتبه لهذا الأمر، وعليهم أن كذلك يضعوا حل للحوثي وما يمارسوا من تهجير ضد المواطنين. استخدم إن لم تكن معي فأنت ضدي، واستخدم كل وسائل التي تزيد من معاناة المواطن، أن عندهم المواطن هو خدام. في فرق بين علي أنه المواطن القبيلي هو خدام يخدم السيد، من جبايات، من كثرة الجبايات، حق المولد، حق الغدير، حق الغدير، حق عاشورة، كل هذا مما يكل على المواطن كثرة النفقات. اثنين اللي هو الغاز، عدم وجوده البترول وحوله إلى سوق سوداء، مما يؤدي من إلى هجرة المواطن المدني من المناطق التي يعيش فيها الحوثيين إلى المناطق الشرعية. كانت هذه آراء المواطنين حول عملية النزوح والمعاناة التي يعانوها بسبب قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية المستمر على المناطق الآهلة بالسكان. إذن لنشاهد هذه الصور لتلك المعاناة وما رصدتها كاميرا سهيل من خلال تغطيتها المستمرة لعمليات النزوح المستمرة، وربما نقلت بعض من هذه الصور، دعونا نشاهدها. إذن مشاهدينا الكرام، في الختام
النازحون هم جزء من المجتمع، اضطرتهم الظروف للسكن السكن في العراء وفي الخيام، وهذه المعاناة المستمرة. قبل أن نتحدث عن ميليشيا الحوثي الانقلابية وما تسببت به، فميليشيا الحوثي الانقلابية تتغذى على مثل هذه المآسي لأبناء الشعب بشكل عام. تخيلوا أن لا توجد جريمة ولا توجد أي من تلك المعاناة، لا يوجد مكان لتلك الميليشيا، فهي تتغذى على مثل هذه الجرائم. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، فهؤلاء هم جزء من المجتمع، اضطرتهم الظروف للسكن في العراء وفي تلك المخيمات. مسؤولية أخلاقية تترتب على المستوى الشعبي قبل أن نحمل المنظمات والحكومة الشرعية. لك أن تتخيل أنه كان في مأمن وفي بيته وفي سكنه، تسقط عليه تلك الصواريخ الإجرامية التي تقتل بها أبناء الشعب ويضطروا لترك منازلهم ووظائفهم ومغادرتها، وهذا هو وضعهم. الدعم النفسي والمعنوي وكذلك المسؤولية الأخلاقية المجتمعية التي تترتب علينا اتجاه هؤلاء يجب أن نكون بمستوى المسؤولية. هذا ما أود أن أشير إليه، ونتمنى أن تكون هناك جهود مضاعفة سواء كانت من الجهات الحكومية وكذلك الدولية لإنهاء هذه المأساة. انتهت حلقة اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.